اهلا ومرحبا بكم في قناه اون تي في مع محمد جان. حلقتنا النهارده هتبقى عن السرنجات. يا جماعه، في سرنجات طالعه جديده موجود فيها ماده زيتيه عباره عن نقطه موجوده في قلب السرنج. احنا ما نعرفش الماده ديت ممكن تتسبب في امراض كتير، سرطان او اي شيء. فاي حد يشتري سرنجه لازم ينتبه كويس ان الماده دي مش موجوده فيها. ده تحذير مني ليكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناه وتدعمنا بلايك وتفعل زر الجرس علشان نجيب لكم المزيد، وشكرا. هصور لكم حاجه مهمه جدا يا جماعه. في مشكله في السرنجات اللي هي جايه لنا من بره. يعني انا مش عارفه، انا شفت المشكله دي في السرنجات الخمس سنتي، ما اعرفش في كل السرنجات الباقيه ولا لا. ايه هي بقى المشكله؟ المشكله ان انت هتلاقي السرنجه موجود فيها نقطه كده فوق عند البوز بتاعها كده، ماشي؟ النقطه دي في سائل جوه السرنجه، الله اعلم السائل ده ايه، احنا مش عارفين السائل ده ايه. فانا والسرنجه هي مغلفه، يعني لسه ما فتحتهاش. اي حد يشتري اي سرنجه لازم يتاكد قبل ما يعبي فيها الدواء انها فاضيه تماما، ما فيهاش اي نوع من انواع لا لون مش عارف فيها ولا نقطه مثلا كده زي اللي انا شايفاها هي في بوز السرنجه. لو دققتوا معايا انا هفتحها وهوريها لكم، بس انا بوريكم ان هي لسه مغلفه. السرنجه اهي، اهي ماشي. بصوا بقى، بصوا السرنجة زي ما يكون فيها سائل اهو. بصوا شايفين النقطة اللي طالعة دي؟ اما بسحب السرنجة كده اهي، بصوا حتى ايه، حتى الجلدة بتطلع معايا. ليه؟ لانها بتسحب. هي كده تبان فاضية، لكن انا لما اضغط اعمل كده او في سائل صغنن طلع قدامه. السائل ده الله اعلم ايه، الله اعلم دي سرنجات معاد تدويرها تاني، او سرنجات هي محطوط فيها النقطه دي نوع فيروس بقى الله اعلم. دي لما تيجي تسحب عليها الدواء هتبص هتلاقي ايه، هتبص هتلاقي اهي. شايفين انا عايزه ابينها لكم قوي اهي كده، بنشدها نعمل كده اهي، نقطه قدام اهي في البوز ده، السائل ده شايفينه؟ ده خطر جدا، احنا مش عارفين ايه السائل ده. فانا يعني عايزه اقول لكم اي سرنجه تشتروها لازم تتاكدوا ان هي فاضيه تماما، ما فيهاش اي حاجه قبل ما تعبوا فيها الدواء، عشان صحه اولادنا. احنا مش عارفين احنا مستهدفين من مين بالظبط. خلاص، اللهم بلغت، اللهم فشل.